بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ معكم الدكتور اشرف البرعي. النهارده معانا الشاشه السمارت زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله 86 بوصه. النهارده هقول لك السر اللي المدرسين الكبار بيشتغلوا بيه وبيعملوا بيه فيديوهات جميله جدا على الشاشه التفاعليه بدون ما يتلخبطوا على الشاشه او ان هم يعملوا فيديو مش كويس. المدرسين بتشتغل بكل بساطه، خد السر بحاجتين. الحاجة الأولانية إن هو بيجيب باوربوينت، سواء هو بيعده أو المساعدين عنده هما اللي بيعملوه. طيب بعد كده إيه السر التاني بقى المدرسين بتعمله؟ السر المدرسين بتعمله إن هي بتروح تشتغل ببرنامج سمارت. البرنامج اللي حضرتك شايفه ده برنامج سمارت. السر الخطير إن البرنامج ده مش بيشتغل غير على شاشة السمارت، يعني علشان يشتغل على شاشة لازم تكون شاشة سمارت. طيب الشاشه مش سمارت مش هيشتغل عليها اللي حضرتك شايفه ده. يبقى لما تشوف مثلا اساتذه كبار واخدين من الشاشه السمارت، استاذ رضا الفاروق، استاذ محمد صلاح، الناس دي كلها، الناس دي تشتغل باوربوينت، فاتحه باوربوينت وكمان ايه برنامج سمارت. طيب تعالى كده اوريك هما بيشتغلوا ازاي على البرنامج السمارت. هما والله بيجوا بيختاروا مثلا قلم اهو، تمام، وبيختاروا مثلا اللون الاحمر، وبيجي يكتب والله مثلا هنا وليكن كلمة سؤال. طيب هو عايز يكتب وليكن هنا كلمة إجابة. طبعا المدرس معاه أوبشن إن هو يرفع القلم أو يتخن القلم، يعني لو عمل كده هيتخن القلم، فهيجي يكتب هنا مثلا الحل. طبعا الشاشة السمارت اللي قدامك ديت الجي اكس ده من انضف الحاجات اللي سمارت عملتها، يعني ما شاء الله اندرويد 11. طيب دلوقتي المدرس عايز يمسح، بيجي بايديه بيمسح، فتلاقي يقول مستر رضا الفاروق بيحب قوي الحركه ديت ويحب يمسح بايده كده. طيب النهارده عايز اقلب سلايد، هاجي اقلب بايدي بكل بساطه، هيجي لي سلايد تاني، تمام، بقلب بكل اريحيه خالص وبيجيب لي سلايد تاني اهو. ممكن لو انا عايز استخدم ماركر بالعلامه ديت بختار ماركر واجي هنا بعمل بالماركر بتاعي والدنيا جميله جدا وواضحه جدا معايا. عايز اغير لون الماركر اهو، عايز اقلب بقى في الباور بوينت. ده في حاجه جميله كمان، انت ممكن تقلب الباور بوينت بايديك. في مدرس بيحب كده يقول لك انا جايب شاشه تفاعليه عشان اعمل كده تقلب. في مدرس تاني يقول لك لا انا استخدم ريموت في ايدي وانا احب اقلب بالريموت، مفيش اي مشكله. كمان عندنا بنطلع لك اجهزه الميني بي سي عشان تشتغل بها ويندوز، ده بالاضافه ان الشاشه من غير اصلا الميني بي سي هي بتشتغل بنظام اندرويد 11، واندرويد 11 في السمارت احسن من اي اندرويد في اي شاشه تانيه، وهيبقى في فيديوهات وفي بالفعل فيديوهات اتصورت للاندرويد 11 بتاع الشاشه التفاعليه الماركت السمارت. تمام كده يا جماعه، كان معاكم دكتور اشرف البرعي، اتمنى يكون الفيديو فاتكم ولو بجزء صغير جدا. شكرا جدا.